ما هو سر الشعور المفاجئ بالنشاط قبل النوم رغم التعب نهارا؟ سواء شعرت بذلك مرة واحدة أو يتكرر الأمر معك في كل ليلة، يعاني العديد من الناس من ظاهرة الشعور بالتعب والإرهاق أثناء النهار، ثم وبشكل غريب الحصول على دفعة من الطاقة قبل النوم مباشرة. الدكتور تيوفيلو لي شيونغ، دكتور في الطب وخبير في أنماط النوم، أخبر موقع إنسايدر البريطاني أن هذه الظاهرة الشائعة تشير إلى زيادة مؤقتة في الطاقة لدى الشخص الذي يعاني من التعب أو النعاس، وتعرف بالمصطلح الطبي سيجيند وايند، والتي تحتمل العديد من الأسباب. السبب في انفجار الطاقة قبل النوم. تيريك رال، استشاري النوم السريري في ساتفا، أوضح أن للبالغين ذروتين من اليقظة خلال اليوم، واحدة في النهار وواحدة أخرى في وقت مبكر من المساء، وغالبا ما تعرف الذروة الثانية باسم المنطقة المحرمة Wake Maintenance Zone. وبشكل عام يتمتع جسم الإنسان بساعتين بيولوجية داخلية تنظم فترات النعاس واليقظة طيلة اليوم، بالإضافة إلى محرك خاص بالنوم المتماثل وما يدفع الجسم نحو نومه. ومع ذلك خلال ذروة الاستيقاظ الثانية تمتد من ساعتين إلى ثلاث قبل النوم، يعمل نظام التنبيه اليومي على إجبار الجسم على اليقظة ويزيل مؤقتا شعور بالنعاس. عوامل تزيد من شعورك باليقظة قبل النوم. القيلولة، إذا كنت تشعر بالتعب خلال النهار فمن الطبيعي أن تستريح لساعة وتأخذ غفوة قصيرة، هذه الغفوة تعمل بشكل عكسي عبر التأثير على محرك النوم المتماثل وزيادة مستويات الطاقة في المساء. الروتين اليومي. شعورك المستمر بالملل سواء من أسلوب الحياة المتكرر أو من رتابة العمل ستزيد كذلك من الطاقة المختزلة في المساء، ما سيؤثر على وقت اليقظة ليلا. الأجهزة الإلكترونية. بسبب تأثير الأشعة الزرقاء المنبعثة من الأجهزة الذكية من هواتف وأجهزة لوحية، يميل الناس إلى اليقظة بسبب زيادة الانتباه والاستجابة المترتبة على ذلك، والتي تثبط من إفراز هرمون الميلاتونين المساعد على الشعور بالسعادة. وبسبب السلوك المتكرر فإن الدماغ يحرص على أن يكون الجسم متيقظا في مرحلة ما قبل النوم لاستعمال الهاتف، ويترتب على ذلك زيادة في الطاقة بغض النظر عن مقدار التعب والإرهاق في النهار. مشاكل هرمونية. تفرز الغدة الكظرية هرمون الكورتيزول في الجسم، والذي يفترض أن يكون في أعلى مستوياته في الصباح ثم ينخفض ببطء بحلول الليل. وإن حصل قصور في الغدة الكظرية فإن مستويات الهرمون لا تتلاشى في الليل، ولأن هرمون الكورتيزول مرتفع فإن الميلاتونين يبقى منخفضا، ما يجعل الجسم يشعر بالانتعاش واليقظة. نتمنى أن نكون قد أجبنا عن هذا السؤال المحير، ولدعمنا لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة، ولا تنسوا ترك تعليق لنا سواء بالإيجاب أو بالسلب لنحرص على تطوير القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.